طب ولا ضعيف نفسي اسما ايش يعمل؟ اول حاجه مثلا وليكن بنتكلم فيها علشان نعالج النحافه وفقد الوزن، قبل ما نتكلم عن العلاج لابد من التشخيص الصحيح للحاله المرضيه. التشخيص الصحيح بيكون ازاي؟ من خلال ان احنا نعرف هل عندنا انيميا، الانيميا سبب في النحافه وفقد الوزن. هل عندنا مشاكل في الغده الدرقيه، الغده الدرقيه سبب في النحافه وفقد الوزن. هل عندنا مثلا وليكن مشاكل ديدان في الامعاء، ديدان في الامعاء ممكن تبقى سبب في النحافه وفقد الوزن. ممكن ايضا يعني ممكن نقول مرض السكر ممكن يكون ايضا سبب في النحافه وفقد الوزن. يعني هناك امراض كثيره جدا ممكن تكون وراء النحافه وفقد الوزن. ممكن يكون هناك اضطرابات هضميه، ممكن الطعام بتاعنا يكون غير مهضوم، الاكل اللي احنا بناكله ما بيتهضمش فبينزل مننا زي ما اكلناه، فبالتالي ما بنستفيدش من الاكل بتاعنا. وده لما بنعمل تحليل براز العينه صباحيا نلاقي مثلا اما ممكن نلاقي ديدان في الامعاء، فديدان قلنا سبب في النحافه وفقد الوزن. ممكن برضو نلاقي الطعام بتاعنا غير مهضوم، فالطعام الغير مهضوم برضو سبب في النحافه وفقد الوزن. ممكن هناك بعض الامراض تكون سبب، يعني نقدر نقول مثلا هناك امراض يعني تكون ايضا سبب في النحافه وفقد الوزن. قلنا في البداية زيادة نشاط الغدة الدرقية، قلنا مثلا مرض السكري برضو ممكن يبقى سبب في النحافة وفقد الوزن. ممكن أمراض القناة الهضمية ممكن تبقى سبب في النحافة وفقد الوزن. الاكتئاب والضغط النفسي والإرهاق والتوتر والأرق، دي كلها حاجات أيضا سبب في النحافة وفقد الوزن. الالتهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الروماتويدي برضو سبب في النحافة وفقد الوزن. قرحة المعدة سبب في النحافة وفقد الوزن. ممكن مثلا وليكن نقول ايه تاني، ممكن متلازمه تكون سبب في النحافه وفقد الوزن. مرض يعني اعاذنا الله واياكم الايدز والسرطان، بعض الامراض الجلديه زي السل والدرن ايضا سبب في النحافه وفقد الوزن. فلابد مثلا وليكن في البدايه، يعني احنا مثلا وليكن لما نيجي نتكلم في البدايه لابد ان نعرف ما هو السبب وراء النحافه اللي موجوده عندنا من خلال الفحوصات في البدايه. عملنا هذه الفحوصات وطلع ما عندناش اي مشاكل صحيه، يبقى بقول يا جماعه يبقى انت عندك خلل او اضطرابات نفسيه او ضغوطات نفسيه هي مسببه لك النحافه وفقد الوزن. علشان كده بنصح وبقول لو هو طلع عنده ضغوطات نفسيه، اول نصيحه بنقول ممنوع العصبية، ما نسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبنا، لأن إحنا لاجلنا الضغط، إحنا لاجلنا السكر، إحنا اللي عندنا هيدننا جسمنا صغير ومش راضي يزيد. فإحنا لو عايزين نزيد في الوزن لابد نتخلص من العصبية في المقام الأول، وممكن ناخد بعض الفيتامينات اللي بتريح الأعصاب. طب يا دكتور أحمد الفيتامينات اللي بتريح الأعصاب؟ فيتامين د، فيتامين بي 6، أملاح الكالسيوم وأملاح المغنيسيوم من ضمن أفضل الفيتامينات اللي الجميلة جدا اللي بتريح لنا الأعصاب بتاعتنا. طب يا دكتور أحمد فيتامين د ده بناخده منين؟ المصدر الرئيسي بتاعه أشعة الشمس. يا دكتور طب هل في حاجة في الصيدلية؟ أيضا موجود في الصيدليات باسم فيتامين د، أو موجود في أقراص زيت كبد الحوت أو كبسولات زيت كبد الحوت. ممكن برضو فيتامين بي 6 بناخده من الخضروات، ممكن ناخده مثلا وليكن من في فيتامين بي 6 موجود في الخضروات وأيضا موجود في الصيدليه برضو ما فيش مشكله. طب هل في وجبات مثلا مقترحه تقترحها لنا يا دكتور احمد؟ يبقى احنا كده اتفقنا. طب ايه معاك انا سمعت. ايه الوجبات المقترحه، ايه الوجبات المقترحه اللي انا مثلا وليكن بقولها؟ الوجبات المقترحه ممكن مثلا نقول الموز، مثلا نقول الحليب، التمر بالحليب، التمر بالحليب، او ممكن نقول برضو مع التمر بالحليب، التمر بالحليب بشوية مكسرات، دي وجبة رائعة جدا تحسن لنا الحالة النفسية وتنشط لنا الدورة الدموية وتخلي الحالة النفسية بتاعتنا احسن، زائد ايضا انها تريح لنا الاعصاب بتاعتنا، وبالتالي الاعصاب بتاعتنا لو هادية هنبقى اي نظام غذائي هنمشي عليه لزيادة الوزن هنستجيب ليه بناء على طبيعة جسمنا لو ما عندناش أمراض زي ما احنا قلنا في البداية اللي هو التشخيص المطلوب. عايزين ناخد برضو مشروبات تفتح لنا الشهية شوية، تخلينا ناكل شوية، مشروب البابونج، اليانسون، الحلبة، الكراوية، هذه الأشياء نقدر نقول عليها تفتح لنا الشهية بتاعتنا بشكل كبير جدا. مش بس كده برضو يا دكتور أحمد، ايه تاني مثلا وليكن ان احنا ممكن نقوله يفتح لنا الشهية؟ طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نبعد عنها القهوة والشاي والنسكافيه، نحاول
الافراط فيها غلط، وخصوصا للشخص النحيف، لانها بتستهلك الكالسيوم اللي موجود عندنا، فالعظم بتاعنا بيبقى ضعيف وبيبقى هش كنتيجة للتخلص من الكالسيوم، كنتيجة للكافيين الزيادة اللي احنا بناخده من القهوة والشاي والنسكافيه واللاتيه والمشروبات الغازية. فكل هذه الاشياء الافراط فيها يسبب لنا برضو الافراط فيها يقلل لنا من مخزون الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يعني العظم بتاعنا يبقى هش، وامكانية ان احنا نزود الكتلة العظمية بتاعتنا علشان نزيد في الوزن بتبقى قليلة. برضو ممكن هناك بعض الحاجات المقترحة اللي احنا ممكن نعملها، نغير الفرش مثلا. لما بنيجي نقعد مثلا على الطبلية او بنيجي نقعد على البتاع اللي هنقعد عليه، مثلا نحط فرشة برتقالية. هذه الفرشة اللي شكلها لون برتقاني ممكن تفتح لنا ايضا الشهية، يعني كشكل وكده. نعمل شوية تغييرات بسيطة في نمط الحياة ممكن برضو تفتح لنا الشهية، طبعا مع النظام الغذائي الصحي والحالة النفسية الكويسة، وننام كويس ونصحى ننام بدري ونصحى بدري، نستطيع ان احنا نحل المشكلة بتاعتنا.